هذه الأثناء نتشرف جميعاً براعي هذه المباراة سيدي سمو الشيخ الهيان بن زايد. مراسم التتويج لكأس السوبر المصري في نسخته 19 من استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية الحبيبة. ودايماً العلاقات المصرية الإماراتية القوية والممتدة بين الشعبين، الممتدة بين دولتين كبار في المنطقة العربية. استضافوا السوبر المصري رقم 19 بين قطبي الكرة العربية، قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي. وتفوق الأهلي بهدفين، الهدف الأول لبرونو سافيو في الدقيقة 39، والهدف الثاني ماركة الأهلي في الوقت المحتسب بدل من ضائع، أسيست من طاهر وفينش من كريم فؤاد بهدف الاحتفالية. مراسم التتويج وممر الشرفي، لعيبة الأهلي بمنتهى الروح الرياضية بيعملوه لاعبي الزمالك. لقطات دايما كنا بنشوفها في الملاعب الأوروبية، الملاعب الكبيرة، بنشوفها النهاردة على استاد هزاع بن زايد في النسخة رقم 19. طاقم التحكيم بيدخل الأول لملعب اللقاء، الطاقم البرتغالي وأيضا الطاقم البلغاري. ومراقب المباراة، أدوا مباراة كبيرة، قراراتهم كانت حاسمة في اللقاء. حكم الساحة البرتغالي صاحب 39 عام فابيو خوسيه فريسيمو، تياغو كوستا المساعد الأول البرتغالي، أيضا بيدرو ألكسندر مارتينيز المساعد الثاني، حكم رابع دراغومير دراغانوف البلغاري، وأيضا طاقم التحكيم الفار برونو ستيفنس البرتغالي وإيفاليو ستيفانوف البلغاري. فريق نادي الزمالك بطل الدوري وبطل الكاس وكان بيحلم بالثلاثية مع البروفيسور، منتهى الاحترام، منتهى الاحترام، مشهد للتاريخ، مشهد للتاريخ وللتعليم. وادي مجدي قفشه بروح رياضيه بيسلم على جيزوالدو فيريرا المدير الفني اللي قدراته محدش يقدر ينكرها سواء من جانب الاهلي او من جانب طبعا الزمالك. مدير فني صاحب امكانيات كبيره جدا وصاحب القاب كبيره جدا. استاذ جمال علام ايضا رئيس الاتحاد المصري لكره القدم مع طاقم نادي الزمالك اللي توج بكأس السوبر من قبل نادي الزمالك 4 مرات. الكابتن أسامة نبيه كان سجل في تاني تتويج لصالح النادي الزمالك 2002 على حساب المقاولون العرب، كان سجل الكابتن أسامة نبيه هدف، كان هدف التتويج، هدف البطولة في 2002. أستاذ أمير مرتضى منصور، عمر جابر كقائد الفريق، دكتور محمد أسامة، يوسف أوباما ما شاركش النهارده، يوسف أوباما واحد من نجوم نادي الزمالك اللي جمهور الزمالك بيتمنى عودته لمستواه. الشناوي تصدي، ممكن يكون تصدي البطوله، سجل الهدف برونو سافيو الاول وسجل كريم فؤاد الهدف الثاني، لكن في تصدي لكره زيزو من كره ثابته كانت هترجع الزمالك في اللقاء، والهدف بيدي معنويات ثانيه، الهدف بيدي معنويات ثانيه زي التصدي ما بيدي معنويات ثانيه. تتوالى لعيبه نادي الزمالك، يوسف أسامة نبيه، حسام عبد المجيد، سيد نيمار اللي شارك بدلا من فتوح في الشوط الأول، شيفو محمد عبد الشافي اللي كان بيغيب عن لقاء اليوم، أحمد فتوح، سلامات يا أحمد، سلامات لأحمد أبو الفتوح، سامسون أيضا اللي سجل هدف، أول هدف بأقدام لاعبي الزمالك في الدوري في مرمى سموحة بعد ما شريف رضا كان سجل من عرضية شيكابالا هدف ذاتي في اللقاء اللي فاز فيه الزمالك 2-0. عبد الله جمعة، سيف جعفر واحد من الوجوه الواعدة مع نادي الزمالك، حمزة المثلوثي، أما الآن إمام عاشور، مصطفى الزناري، عمرو السيسي، أشرف رؤى، سيف الدين الجزيري، محمد عبد الغني، ومصطفى شلبي. ولحظة من لحظات الفرح، جمهور الأهلي موجود لسه في استاد هزاع بن زايد مع تتويج الأبطال وأحمد سيد زيزو آخر اللاعبين وصولا للتتويج بميداليات المركز الثاني في السوبر. أحمد مصطفى زيزو أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي،
والهداف صاحب اكثر اسيست. ادعو التمريرات الحاسمه واعضاء النادي الاهلي. النادي الاهلي البطل، بطل السوبر للمره بطوله السوبر ال 12 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2018 2019 2015 2014 11 11 مرة قبل 50 عام فوز. العلاقة بين مصر والإمارات تتجلى بالفرح. دائما العلاقات المصرية الإماراتية، دائما العلاقات المصرية الإماراتية يا رب دمها بخير. مارسيل كولر أول بطولة مع المارد الأحمر. مارسيل كولر بيسطر تاريخ مع النادي الأهلي. الكابتن سيد عبد الحفيظ فرح الواحد من رموز النادي الأهلي بالتتويج بالسوبر المصري رقم 12. كابتن سامي قمصان ودوره الكبير مع عدة مديرين فنيين. عفوا طلائع الجيش وصل للفاينل وفاز بعد ما تعادل 0-0 مع الاهلي وفاز بضربات الترجيح. انبي وصل ثلاث مرات ولكن كان في مواجهه المارد الاحمر في الثلاث مرات، والثلاث نسخ كانوا من جانب النادي الاهلي. اول مباراه انتهت في وقتها الاصلي كان المقاولون العرب مع الزمالك 2004 4-2. اول مباراه انتهت بركلات الترجيح كانت اهلي وزمالك 2003، والاهلي بيتوج بهذه الجبل يسرى لنادي الزمالك. بوابة التميز قفلها أكرم توفيق اختار الأهلاوية. والقائد محمد الشناوي، القائد محمد الشناوي بصحبة عامل العريض الشناوي ولحظات من الترقب قبل التتويج. مؤمن زكريا، مؤمن زكريا ربنا يتم شفاك على خير يا مؤمن،
واحد من اللي سجلوا ايضا في السوبر. الشناوي يستلم الكأس، هل يكون موجود مع الشناوي زي ما بيعلن؟ المذيع الداخلي الاستاد هزاع بن زايد، الشناوي الشناوي عايز مكان، عايز مكان يوسع. والشامبيونز الابطال الاهلي يحتفل، نادي الاهلي بالجزيرة يفرح. مؤمن زكريا موجود، مؤمن زكريا موجود، يرفع الكاس، يرفع الكاس الاهلوية. مؤمن زكريا هنا، مؤمن زكريا مع الشناوي، وفرحة كبيرة. مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك للنادي الاهلي. الفوز الاكثر تتويج بالسوبر المصري، الفوز بثنائية في اللقاء الخاص اللي بين الاهلي والزمالك. 2-0 برونو سافيو وكريم فؤاد مع مارسيل كولر وبقية كتيبة الاهلي يكتبوا التاريخ للنادي الاهلي وعودة لمنصة البطولات. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس، شكرا لحسن المتابعة، ومبروك مرة تانية للنادي الاهلي، وشكرا شكرا لكل الجماهير اللي شرفونا في استاد هزاع بن زايد. تحياتي مؤمن حسن. La 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 la